حارس المرمى ممكن تشوفه هو الأقل حركة في الملعب، لكنه يظل العنصر الأهم في الفريق. ممكن يشيلك في المباراة وينقذك من الخسارة، وممكن يجيب فيك العيد. معكم صهيب قدس، واليوم هنستعرض لكم توب 5 أغبى غلطات لحراس مرمى. في المرتبة الخامسة، خطأ يروين زويت في واحدة من الكلاسيكوهات الهولندية اللي تجمع بين نادي فينورد ونادي بي اس في ايندهوفن. المباراة حريقة، 1-1 النتيجة، واخر 10 دقائق وفينورد ضاغط وفي ملعبه ومسيطر، لكن الحارس زويت يتألق وقاعد يبعد كور كده يمين يسار يمين يسار، الين نشوف هذه الركنية اللي تفرق مرة كثير في المباراة. Er is doellijntechnologie aanwezig. Kijk naar Nijhuis. Goal. Want لعيبة PSV Eindhoven حيتجنن. اوكي، اولهم زويت الحارس، يا ابوي الكوره ما عدت تحبار، الحكم كذا مشير لهم في الساعه مكتوب جول، تعب تقرا اقرا جي او اي مكتوب جول. يا ابن الحلال الكوره ما عدت الخط كذا، التكنولوجيا حقتكم دي ابو كل، كوره ما عدت شو قدام عينك، كيف كنت تحسبها هدف يا اخي؟ والله معليش انا راي نراجع التكنولوجيا، نشيل التكنولوجيا، زمان كنا عايشين احسن يا حبيبي. وكذا حتى زويت طلع صرح بعد المباراه كذا، قال كذا كده بجيحة كده على التكنولوجيا كده. الكل هنا ممكن يسأل، يا ابوي ليش اللقطة دي موجودة في قائمة زي دي؟ يعني الموضوع يوضح أكثر مع الإعادات. صح، أنا سويت كده، يا الله هو يا ريته سوى كده أساسا، كده جلس قاعد يقول أساسا التكنولوجيا، أنا مستواي كان ممتاز، أنتو التكنولوجيا وجع كين صراحة. يعني أنا ما أعرف إيش أقول لزويت، يعني هو شال الصعب في المباراة وبعدها هبب وجاب العيد. وجع. في المرتبة الرابعة، خطأ روبرت زينتنر في مباراة بالدوري الألماني، جمعت مينز ببروسيا مونشنغلامباخ والتعادل كان مخيم على أجواء المباراة. المباراة مينز كان مستحوذ على الكرة كذا، يناول ورا في الدفاع، ألين رجعوها الحارس المرمى زينتنر وحصل ذا الموقف. Oh my goodness, what a fluff from Robin Zentner! Can he recover? يا الله ايش اللي قاعد يصير؟ شوف شوف بالله المدافع، هاي محمد الكورة انتبه، انت ما انت معي معاك ترى. طبعا زينتنر كذا بعد ما وقف كأدى الباس كذا حق الهوا هذا، شوف الباس ده اللي في الهوا كذا، فجأة ها كورة يا هاي هاي. طبعا كذا قدر يدرك الموضوع مع المهاجم ستندل كذا، بس بعدين تعنقل، بس جاء بيل كذا انقذ الموقف. الصراحة يا اخي رهيب، شوف كيف التصرف حقه بعد الهدف كذا على طول، اول شيء كذا اداها اللي عليه الشباب تمام احنا، بعدين فجأة كذا ضبط الجوانتيات، بعدها كذا ايش يسوي دحين؟ يغطي هناك، ادي تعليمات كذا في كاميرا عليك، يعني ايش حتسوي يعني دحين؟ اكثر شيء يحزن لما شرح ايش سبب هذه الحركة كذا، طلع في التصريح اساسا قال انه انا كنت شايف تحت في ركن عيني في نقطة، كنت افكرها الكورة طلعت النقطة حق ضربة الجزاء. بصراحة حرام والله، يعني صراحة ممكن تصير في اي واحد غشيم زي كذا. والمعلق الوسخ شوف كيف فاقع ضحك. Oh man, I'm not laughing at him. Definitely not. لا بالله، على أساس بتضحك على برودكاست واتساب مثلا دحين يعني. He just forgot. Sorry. في المرتبة الثالثة، خطأ خيل كرامر في الدوري الهولندي الدرجة الثانية، لعب فريق أركاشي فالفجيك أمام نادي ألمير سيتي. في ديك المباراة أفتى الحارس خيل كرامر حارس نادي ألمير سيتي إفتاء ما بعده إفتاء، بس ترى خطأ وارد على فكرة، تفكروا حارس عشانه قاعد يلعب في دوري درجة الثانية مستواه أبو كل؟ لا يا حبيبي، ترى هذا بدأ مسيرته في أياكس أمستردام وجايب معاهم دوري كمان. هو صح ما لعب وقتها ولا مباراة، بس شش لا حد يدري ها. اللقطة اللي معانا انفرد به مهاجم نادي فالفجيك، لكن شوف انقضاضة الأسد يا حبيبي، كذا نزل على الكورة سليمة ما فيها شيء كذا، وبعدين كحتى الحكم أعطاه اللي هي هاي قوم ما في شيء، وهو ما اكتفى إنه الحكم اداله كذا، قام هو كذا طالع فيه. تبى بلنتي ها؟ تقعد تترمى عند الحكم وتتسدح؟ هيا خليه، هيا 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 استنى. يا شباب حكم استنى، في شيء كده ما انتبهت يا شباب، ما يصير زي كده، اخلاق ما حميده يا اخي، الفلسفه ضيعته. لو زيك زي الناس تمسك الكوره كده وتخلي عنك الهياط، صراحه كده يذكرني بناس مره كثير كده تشوفهم في حياتك الطبيعيه، بس ما كده ما صار لهم النهايه هذه حقت نهايه ابو كرامر. المصيبه انه بعدها باسبوع في مباراه ثانيه ابو كرامر جاب العيد مره ثانيه كمان.
En is dit een kans? Ja, hij doet het toch weer. في المرتبة الثانية خطأ بيارتي فليم في أحد مباراة الدوري النرويجي بين نادي ترومسو ونادي سونغدال. يا رب أكون قلت أساميهم صح. الفريقين متعادلين وحارس نادي ترومسو الحارس فليم. إيوة فليم مو فيلم. الفيلم دحين تشوفه. مسك كورة سهلة كده والآن بناء الهجمة المرتدة. رمية سريعة إلى الأمام يا صاحبي وكده خلاص تبدأ الهجمة السريعة. والله هذه ما هي رمية سريعة الصراحة، هذه الرمية الملتهبة أقسم بالله. الرمية الملتهبة. المصيبة إنه بعد ما جاب أم العيد كده أداها الرمية اللي كذا على ما أدري شو ذا كذا أداها بعدها هرولة كده. شوف كذا أداها هرولة إنه عادي الآن هاخذ الكورة إن شاء الله ما يكون شاف أحد شيء وحارسلها كذا وكأن شيء لم يكن. خطأ بيرند لينو مستقبل ألمانيا والجلل الخرافي. Gifted the lead. وخطأ محمد الشطناوي الدبل اللي ذكرناه في قائمة أغبى أهداف عكسية. عبارة والتصدي والتصدي وهدف غريب هدف غريب. وخطأ روبرت جرين بمونديال 2010 اللي كلف اصطدام إنجلترا وألمانيا في دور 16. وأخيرا خطأ عبد العزيز القحطاني أمام النصر بكأس الملك اللي وصلوا للعالمين. في المرتبة الأولى خطأ خالد عسكري في مباراة دور ال 16 على كأس العرش المغربي موسم 2009-2010 واجه مع نادي وقتها الجيش الملكي فريق المغرب الفاسي. وصلت المباراة لركلات الترجيح وقتها تصدى ببراعة لركلة جزاء. محمد في التنفيذ يضيع بالفعل لاعب شاب انتقام. شوف الثقة يا حبيبي توقف بعدها وتدق كده على الصدر و... والحكم يأمر بإعادة تنفيذ الضربة الترجيحية ولا أنا واقف لهم يا جمهور. هدف واحد ما فيش بوش بدأ يحتفل. اي 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 حكم مش ها. يا الله يا موقف سيء. كيف كورة بعد ما صدها كيف شو اللاعب اللي يقول حكم شوف شوف الكورة دخلت هذاك شغال. الحارس خالد العسكري يعني البلنتيات أصعب شيء ممكن يصير للحارس كذا ذهنياً ونفسياً كذا يبدأ يكتئب فين حيحطها شيلها كيف ولما تشيلها يصير ده الشيء. لا وكمان المقطع كان انتشر عالمياً في كل مكان. أكتب في اليوتيوب كذا أغبى حارس في العالم دمست جول كيبر كيطلع لك مسكين خالد عسكري. الكارثة الأكبر أنه بعد أسبوعين لعب أمام الفريق النادي القنيطري وحاول عسكري يراوغ بلال بيات وتنقطع منه الكرة ويتسجل عليه هدف. وقتها عسكري رفض يكمل المباراة كان فسخ التيشيرت مسكين وخبط في نفسه وجري كده لغرفة الملابس ويغادر في لقطة. وقتها جمهور الجيش الملكي وإدارته دعموه ترى اسمع انت حارسنا وإحنا واقفين معاك. أسماء مرموقة زي جيجي بوفون ودومينيك دوبلاين كلهم اتضامنوا معاه وطبعا رجعوه عن هذا الاعتزال لأنه كان وقتها بيمر بظروف مرة صعبة. وبرهن وقتها أنه واحد من أفضل الحراس في أفريقيا لما حقق أفضل لاعب ببطولة العالم للأندية مع الرجاء وحقق وصيف البطولة. بس كان فيه كده دمعة في طرف عينه الصراحة. تتفقوا معنا في هذه القائمة؟ اكتبوا لنا في التعليقات ايش في لقطات قاتلة الحراس احنا ما ذكرناها. وسبسكرايب ولايك وشير يوصلكم جديد التوب فايفز. ولو عجبتكم الحلقة ضيفوا اقتراحاتكم الكروية من خلال الرابط تحت. مازن يعني انت دحين لو تبقى